لو دخل جنودك أوكرانيا سيعودون جثثا. تهديد لاذع وجهته واشنطن مباشرة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عن طريق نائب السفير الأمريكي روبرت وود، الذي قدم أمام مجلس الأمن تقارير تؤكد أن كوريا الشمالية ترسل جنودا لمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا وفق زعمه. إرسال كوريا الشمالية جنودا لمساعدة روسيا تطور خطير. هذا الالتزام العسكري بين البلدين أمر مثير للقلق الشديد. التهديد الأمريكي جاء بعد تنديد أوروبي واتهامات أوكرانية بإرسال كوريا الشمالية حوالي 10,000 جندي لمساعدة روسيا في الحرب. لقد عقدت اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين وأجهزة الاستخبارات لمناقشة بعض القضايا، وكان كل شيء مفصلا للغاية. هناك تورط واضح وفعال لكوريا الشمالية في الحرب. الزعيم الكوري الشمالي رد على التهديدات بتجربة صاروخية هي الأولى من نوعها، مؤكداً سعي بلاده إلى تعزيز الترسانة النووية لصد تحركات الأعداء الخطيرة على حد وصفه.